السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاعت الإمسان لنقف على المشروع تاع الحديقة تاع المنتزه الجديد ببلدية عين فزة بالقرب من مغارات تاع بني عاد، إذا بحوالي 10 كيلومترات على مدينة الإمسان، أين تم حاليا إنشاء حاضرة نتاع ألعاب ونتاع ترفيه كبيرة جدا في منطقة يعني ولاية تلمسان، واللي تعد أكبر حاضرة للألعاب في ولاية تلمسان. شيء جميل وشيء مرحب به في كل ولايات الوطن إن شاء الله. أترككم تتابعون الفيديو عن هذه الحاضرة الضخمة، والسلام عليكم.